عمر، ونختم حصاد الليلة بموضوع الزواج. إن تغيرت اعتبارات اختيار الزوجة، فبالأمس لم تكون الوظيفة أساسية في اختيار زوجة، أما اليوم فقد أضحت شرطا ضروريا. وأغلب من يريدون زوجة عاملة يفضلون المعلمة لأسباب عدة نكتشفها في تقرير أسامة حجو. على مواقع التعارف أو عروض الزواج في الجرائد، الماكيثة بالبيت يبحث عنها كثير من الرجال مريدي الزواج، أما إن كانت عاملة فجلهم ينتقي المعلمة. نخدم في مؤسسة تربوية، يعني عندنا الشيخات كامل مخطوبين، قاع مزوجات، قاع ما كاش ما تلقاش واحدة سيليباتة. كل ما تلحق واحدة جديدة يسمعوا بها باللي شيخة يطيروها. ما كاش خويا ما بانيش علاش. أولا المعلمة راهي تربي أجيال، هذه أولا، وثانيا على القدرة الشرائية تاع المواطن وعلى حسب العيشة اللي أنا فيها درك. المهم هي المعلمة بريسك عندها ليزافونتاج فاس، عندها العطلة الصيفية وعندها الربيع وعندها تاع الشتاء، كيما اللي تخدم في مؤسسة عندها كونجي انيال واحد في العام. ما يحبش تخالط رجال آخرين، ما يحبش حوايج كيما هيك يعني، تما يحبها من دار الخدمة هذه هي تما. عوامل كثيرة تدفع الجزائريين إلى هذا الاختيار، فالمعلمة حسبهم هي المثال الأنجح للزوجة العاملة. نتكلموا بموضوعية الجانب المادي، لأنه هنالك فئة من الشباب ما تظن أن أجر المعلمة هو أجر مضمون، وخاصة مع الزيادات الأخيرة. كذلك الجانب النفسي، الذي هنالك من نشأ في أسرة محافظة جدا، سواء الوالدين أو هو، لا يقبل الزواج بخارج يعني إطار التعليم. بعض الشباب يعتبر المعلمة هي مشروع زواج ناجح، لأنها عندها كل المؤهلات النفسية والمادية والاجتماعية باش تكون زوجة صالحة، على حسب ذهنية بعض الشباب. اعتبارات الزواج تبدلت بين الأمس واليوم، معايير وظيفة الزوجة غدت اليوم رئيسية، وقلما يحدث أن تجد معلمة عزباء، فحظوظ الزواج عندها أوفر. الختام بال